الكرام وآلبتي عظام المستخدمين الشرفاء إخوتي الكرام مع صاحب الفريق كتاب فضاء الصحابة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم تعالى وعن شركنا وعن والدينا والحاضرين والمسلمين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عليه وعلى في الدنيا وعلى الصالحين قال في صحيح الدنيا وزن مع كتاب فضاء أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأنزلنا مع باب الإبلاغ بن عثمان بن عفان رضي الله عنه رضي الله عنه رضي الله عنه رضي الله عنه نعم قال البخاري رحمه الله قال حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد قال حدثني أبي عن يونس أنه قال قال ابن شهاب قال ابن عروة أن عبيد الله بن علي بن خيار أخبره عن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يعوفة قال ما يمنعك أن تكلم عثمان لأخيه الوليد وقد أكثر الناس فيه قال فاتصلت بعثمان رضي الله عنه حتى خرج إلى الصلاة قلت إن لي إليك حاجة وهي نصيحة لك قال رضي الله عنه يا أيها المرء قال ما عمر رحمه الله قال أعوذ بالله منك قال فانصرفت ورجعت إليهم إذ جاء رسول عثمان رضي الله عنه فأتيته فقال ما نصيحتك فقلت إن الله سبحانه بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب كنت ممن استجاب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فهاجرت الهجرتين استحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت هديه وقد أكثر الناس في شأن الوليد قال أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لا ولكن خلص إلي من علمه ما يخلص من العذراء في سفرها قال أما بعد فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق فكنت ممن استجاب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وأمنت بما بعث به وأجرت الهجرتين كما قلت وسكنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعت فوالله ما عصيت ولا غششت حتى توفيت عز وجل عز وجل قال ثم أبو بكر قال ثم أبو بكر مثله رضي الله عنه قال ثم عمر مثله رضي الله عنه قال ثم استخلفت أفليس لي من الحق مثل الذي له قلت بلى قال فما هذه الأحاديث التي تبلغني عنه أما ما ذكرت من شأن الوليد فسنأخذ فيه بالحق إن شاء الله قال ثم دعا علي رضي الله عنه فامره ان يحجه فجلده 80 قال البخاري رحمه الله حدثني محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا شاذان قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة الميشور قال عن عبيد الله دافع عن ابن عمر رضي الله عنه رحمه الله عليهم جميعا عن ابن عمر انه قال كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بابي بكر احدا قال ثم عمر رضي الله عنه ثم عثمان رضي الله عنه ثم نطق اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم لا نفاضل بينهم قال البخاري تبعه عبد الله بن صالح عن عبد العزيز جزاكم الله خير هذا الحديث اصلا حديث عظيم حديثان عظيمان فيه الاخر عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه عبد الرحمن اسلم بن عبد يهوذا يعني تكلم مع عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه عبيد الله بن عدي بن خيار وقرار بن مجد مصر بن خرمه عبد الرحمن بن مصر ابن عبد يهوذا قال ما يمنعك له ما يمنعك ان تكلم عثمان لاخيه الوليد فقد اكثر الناس فيه مش من نصر المره ما يقدم الان النصر انما خرام يقدم ذلك صحابي يرشد ولان النصح لولاة الامور من الوجوب والمكان فالاخلاص المرء يتعلق بالنصح لولاة الامور قال النبي صلى الله عليه وسلم قال دين النصيحه دين النصيحه دين النصيحه الله من رسول الله قال لا ورسول ائمه المسلمين والكتاب لائمه المسلمين وعامتهم وايضا قال ان التسلم ثلاثه لا يقل عليهم قدر كل مسلم قال والنصح لولاه الامور والنصح له لا يكون علنا حتى لا يفسد ولا يكون الا سرا وحديث عبد الله بن قال فما كانت له نصيحه قال ولي امره فليأخذ بيده وليستسر له ولا يبديها علانيه وهذا كله حتى لا تكون نار الفتنه اسامه بن زيد قالوا له الا تكلم اخاك على الا تكلم اخاك على عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال لهم أو كلما كلمته قلت لكم أو بينت لكم لا أكون أول من فتح هذا الباب الفتنة على ولاة الأمور ولكني أنصحكم فقال كلموه ألا تكلم أخاك عثمان في أخيه الوليد فإن الناس أكثروا فيه يعني الناس أنكروا عليه جدا والوليد كان يشرب الخمر علنا أو كان يشرب الخمر وصلى به كان ولينا عليهم ابن مسعود بن صلى به الفجر أربعا ثم استدار فقال لهم ازيدكم قالوا ما زلنا معك في زياده فرفع شعره لعثمان لكنه لما دخل اغلظ في القول لذلك عثمان قال اعوذ بالله منك اغلظ في القول قال والله هي نصيحه لك
ثم قال له قال إن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب وكنت مما استجاب الله ورسوله فهجرت لشمتين وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيته هديه وقد أكثر الناس بشأن الوليد. قال أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت نعم. فقال له أدركت رسول الله؟ قال لا. قلت لا ولكن خلص إلي من علمي ما خلص العذراء في ستنها. يعني يقول تتبعت علم النبي صلى الله عليه وسلم، هل أنت يعني خلصت على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أنت بقيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له لا، في رتبة الصحبة أعلى. فقال له لكن خلص لي من علمي ما خلص العذراء. فهو أيضا يمدح نفسه أنه مسك كتب طلب العلم وطلب علم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له أنا أما بعد فالله بعث محمدا بالحق فكنت ممن استجاب لله ورسوله وآمنت به بما بعث به وهجرت للمتين وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعت والله ما عصيت ولا غششت حتى توفى الله لله فعلا. ثم بعت أبا بكر فوالله ما عصيت ولا غششت حتى توفى الله لله فعلا. ثم بايعت عمر فوالله ما عصيت ولا غششت حتى توفى الله لله فعلا. أليس لي مثل هذا الحق عليكم؟ قالوا بلى. قال أما بشأن الوليد فإنني في شأن الوليد فسنأخذ فيه بالحق إن شاء الله تعالى. لكنه قالوا فما هذه الأحاديث تبني عنكم؟ يعني أنتم تتكلمون فيا وأنا حقي عليكم كما قضيته لأبي بكر وعمر تقولونه لي، ما عصيت ولا غششت. والحق أنهم لما نصحوا ما عصوا ولا غشوا، هم نصحوا. ولذلك قال أما الوليد فشأنه سنرى فيه الحق إن شاء الله. حتى أتى به فدعا لابن أبي طالب رضي الله عنه هو قال له أقم عليه الحد. فقام عليه فقال الحسن قم فاجلده. فقال الحسن تولى حرمه من تولى قرمه وتركه. لكن علي سبقه قال أما وإنك لضعيف. ثم أتى محمد بن جعفر بن جعفر بن أبي طالب قال له قم فاجلد. فقال جلد أبو بكر جلد نفسه 40 وجلد أبو بكر 40 وجلد عمر في أول خلافته 40 ثم جلد 80 والأربعون أحب إليه. فجلد الوليد 40 وترك جلد الوليد 40 وترك. وشوف حكم فيه قاضيا وهي قاضي وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قائد إقامة للحق. وهذه دلت على أنه هناك آداب للنصح لولاة الأمور، ولا يصح أن يكون الأمر في النصح على الأمور بما فيه إفساد. طلبتم خيرا كمالا لا تذهبوا إلى النقص فيكون النصح سرا. وفيها أن أولي الأمر لابد أن يأخذ بالتلاميذ الحق وبهذا يوفق ويسدد. وأما حديث ولذلك لابد أن يكون من كان تحت يدي يكون قويا. وعن ابن عمر قال كنا نفاضل بين الصحابة. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الناس يتفاوتون في الإيمان ودرجات الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص. وأيضا أن الله خلق الخلق وما يس بينهم. قال فكنا نقول لا نعدل بأبي بكر أحدا أو بكر وخير الناس. ثم نقول عمر لا نعدل بعمر بعد أبي بكر أحدا. ثم نقول عثمان ونسكت. أحمد عمر قال إن لم يخل عليا فقد ابتلع في دين الله جل وعلا. فقد اتبع في دين الله جل وعلا. فلذلك نحن نقول ترتيب الفضل على ترتيب الخلافه الوقت ثم عمر ثم علي. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم. فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم. وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم. وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم. ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم. وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم. وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم. فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم.
وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.